السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كي كنتي. حلقه جديده نجوم جداد غادي نتعرفوا عليهم خلال ساعه ديال المكانه من خلال بزاف ديال الالعاب موجودينها اليوم. يلا ما غاديش نطول عليكم وغادي نستقبلوا دابا الفريقين بجوج اللي غنمشيو بهم في هذه الحلقه هذه، وانا متاكد بانها غتكون حلقه متميزه. نستقبلوا الفريق الاول اللي كيتكون من زهيره صديق. أهلا زهيرة، بارك الله عليك. ومع زهيرة صديق جانا اليوم جمال العبابسي. مرحبا مرحبا بجمال، أهلا وسهلا، بارك الله عليك. وباش يكتمل الفريق غادي ناديو على جواد سايح. مرحبا جواد. مشاهدينا هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني كيتكون من زهور سليماني. أهلا زهور، مرحبا. ومع زهور سليماني جانا اليوم عبد اللطيف خامولي. مرحبا سي عبد اللطيف، مرحبا بك، تبارك الله عليك. وباش يكتمل الفريق غادي ناديو على حسن ميكيات. مرحبا بك. مشاهدينا كيف ما لاحظتوا حلقه متميزه، واكيد نجوم عزاز علينا وعزاز عليكم حاضرين معنا في هذه الحلقه هذه، غادي نتعرفوا عليهم من بعد هذه الوقفه القصيره. يا سلام، جمال العبابسي، زهيرة صديق، جواد السايح، عبد اللطيف خامولي، زهور سليماني وحسن ميكيات، مرحبا بكم في كي كنتي كي وليتي. الله يبارك فيك. شكرا. يلا كيف ما كتعرفوا في كي كنتي كي وليتي هي فرصة كنحاولوا أننا نزيدوا نتعرفوا عليكم أكثر. كل فريق وجدنا عليه دي بورتخي. نشوفوا الصور. يلا نشوفوا الصور ديال جواد السايح، زهيرة صديق، وجمال العبابسي دابا. زهيرة صديق تزادت في 1960 بمدينة مراكش، وهي المدينة اللي غتشهد على أول صعود لزهيرة فوق الخشبة بعد ما تلمدات على يد مجيد المهدوبي مع فرقة جودة كوميدي. أول عرض غتشارك فيه غيتابعوه المرحوم محمد بلقاس، وغيعيط لها باش تلعب في بولعقول. وهنا في انطلقت المسيرة الفنية ديال زهرة بمجموعة من المسرحيات مع ممثلين كبار بحال السي عبد الجبار الوزير. زهرة غتبقى تشتغل في المسرح لمدة 10 سنين قبل ما تنتقل للدار البيضاء وتدخل غمار التلفزة والسينما بأعمال كثيرة بحال رمانة وبرطال، ياك حنا جيران، ديا، وكنزة في الدوار. جمال العبابسي تزاد في 25 فبراير 1960 في عين الشق ماشي في الدار البيضاء. البدايات كانت مع ولاد الحومه بدار الشباب، والبدايات الحقيقيه كانت مع جمعيه الاطلس الكبير للفن والمسرح. عام 2000 الجمهور غيتعرف على جمال فيلم الحوت الاعمى في الماء ديال حسن غنجه. ثلاثه مجموعه من الاعمال في التلفزه والسينما والمسرح. واليوم جمال في رصيدو 20 مسرحيه، عشرات الافلام منهم مغربيه وفرنسيه بحال جوهره بنت الحبس، خيوط العنكبوت، نيكل كوباغ، مجموعه من المسلسلات منهم رحيمو، المستضعفون، بلا ما نساو المسلسلات السورية سبعة بالضبط، وآخرها هو مسلسل عمر بالخطاب اللي لعب فيه دور مسيلمة الكذاب. جواد السايح الموتشو تزاد في 1966 بالدار البيضاء، وتحديدا بالحي المحمدي، واحد من الفنانين اللي ضحكوا اجيال واجيال. تكون في دار الشباب قبل ما يلتحق بمجموعه مسرح الحي اللي بدا معاهم في مسرحيات ضحكات كاع المغاربه فحال شرح ملح، حسمسي، حب وتبن وغيرها. من بعد مسرح الحي جواد غتشوفوه في مجموعه من الاعمال، شارك في 8 ديال الافلام السينمائيه والتلفزيه فحال فيلم علال القلده اللي تعرض في دوزان في 2003 واللي جواد بدا فيه، هذا الشيء من غير السلسلات ولي سيت كوم. جواد دار الاخراج لثلاثه ديال المسرحيات، مرات الوزير، كلها وهمو، مشى ما جا، هذا الشيء كامل من غير الابداع ديالو مع الشرقي الساروتي ومحمد الشرقي في الثلاثي الكوميدي اللي جمعهم. يا سلام، اكيد صور جميله حاولنا من خلالها اننا نلخصوا شويه، ولو انه صعيب نجردوا كاع المسار ديال النجوم اللي حاضرين معنا، حاولنا نلخصوا شويه المسار ديالهم. غير واحد القضيه جمال، عين الشق ماشي في الدار البيضاء، كيفاش هذه القضيه هذه؟ تزاديتي في عين الشق؟ تزاديت في عين الشق ماشي في كازا. وكنت كنت نقول ان عين الشق هي الدنيا، هي العالم، هي شو انا كانت بالنسبه لك عين الشق مدينه بوحدها. شويه انا نلقى بين المدون ودرب الخير، وتميت غادي شويه لقيت القريعه وبوشنتو درب السلطان،
انا عن السوق انا كنعرف هادشي انا كنعرف عن السوق انا ويا درب واحد هذا لقيت الدار بيضا ديك الساعه عاد وليت نعود للمدينه وكنعاودو في الفانتويت ديك الساعه كان عندي الشعر ديك الساعه كنزيزو 100 ريال الجيب وكنهودو بخير زعما بخير عاد عرفت الدار بيضا هادشي اللي تبارك الله عليك وعلى سلامتك اخويا شمال على السلامه شوف راه يزيد خرج شي شويه مازال راه كاين دار بوعزه وسيدي رحمه كاينين والله الا كاين تبارك الله عليك يلا هذا هو الفريق الاول حاولنا اننا نتعرفوا عليه من خلال هذه الصور الفريق الثاني كذلك مجدي لي بورتري غادي نشاهدوه دابا زهور سليماني فليفلة تزادت فاس نهار 7 غشت عام الله أعلم وكبرت في الدار البيضاء من بعد ما انتقلت لها هي والأسرة الصغيرة البداية كانت في المدرسة ودار الشباب قبل ما تلتحق بالمعهد البلدي فاش دارت 16 عام في 1972 زهور سليماني غتصعد لأول مرة لركح المسرح البلدي في الدار البيضاء فاش لعبات في جدار الخوف المسرحية اللي كانت متأليف وإخراج عبد العظيم الشناوي من بعد سيادنا زهور غتشارك في مجموعة من الأعمال في المسرح في السينما وفي التلفازة في رصيدها اليوم 38 مسرحية عملها المفضل في التلفازة هو عز الخيل مربطة واللي تبت في 1982 وفي السينما طفولة المغتصبة والحاجة اللي ما في خباركمش هي زهور كدير حتى الكوستيم وكيف كتقول هي المرحوم طيب صديقي خلانا نتعلموا نديروا كل شيء عبد اللطيف الخمولي ولد المدينه القديمه بالدار البيضاء زاد نهار 27 نوفمبر 1952 الارتباط ديالو بالفن والتمثيل كيرجع للتخاطيره مع ولد الدرب واللي كان الهدف منها يدخلوا يتابعوا مباراه في الكاتش في لافوار لبسوا ديغيزمو ودخلوا لافوار وطلعوا حتى للرينج وهنا غينصحهم الحاج المختار اطار في الشبيبه والرياضه بالالتحاق بدار الشباب الزرقطوني اللي كانت يلاه فتحت الابواب ديالها الخمولي كان جوكير في دار الشباب وكان كيدير كل شيء من المعامل التربويه والاناشيد للتاطير واداره المخيمات وحصل على كاع الدبلومات ولكن التركيز كان مخصص المسرح الطفل وكان اول واحد غيدير اوبيريت الاطفال واللي حملت عنوان عندما يتكلم الصغار من بعد جات الذئب المعزول اللي حصدوا بها كاع الجوائز في مهرجان مغاربي بالجزائر من غير مسرح الاطفال الخمولي اشتغل في بزاف ديال الاعمال في التلفازه والسينما منها جوق العميين ريح البحر معطف ابي حكايه زروان نواره واللائحه طويله والحاجه اللي ما قلتش لكم بنته ساره بطله بارا اولمبيه في السباحه وحصلت على جوج ديال الميداليات الذهبيه وجوج في الضياع الله يعطيها الصحه حسن ميكيات تزاد في تمارا نهار 3 يناير 1963 الارتباط ديالو بالفن وحتى بالرياضه كيرجع للصغر بدار شباب التقدم وفاش دار 20 عام وبالموازاه مع تحضيره للاجازه في الادب العربي حسن غيلتحق بمحترف الفن المسرحي التابع لمسرح محمد الخامس بالرباط واللي كان كيأطرو عباس ابراهيم في 1985 حسن ميكيات غيشارك في اول عمل مسرحي ليه الصعود الى المنحدر الرمادي هنا فين بدات الانطلاقه ديال حسن بمجموعه من المسرحيات بالدارجه وباللغه العربيه لدرجه ان جمال الدين تريسي كنلقبو بسيباويه 1992 غتشهد على أول ظهور الحسن في التلفازة وفي 1995 غيلعب فيلم الوصية مع حسن الفد ثلاثة مجموعة من الأعمال الناجحة بحال عائلة سي مربوح رمانة وبرطال اليوم حسن ميكيات في رصيده حوالي 60 مسرحية أسس مجموعة من الفرق المسرحية بحال مسرح اليوم مسرح النجوم ومسرح الفنون أنور الجندي والحاجة اللي ما قلتش لكم هو أنه حسن ميكيات كان كيجري العدو الريفي واكتشف هذه الموهبة فاش كان حكم ولكن التقدير والاحترام اللي كيكنوا الجمهور الكرة الحكام خلوه يغادر ميدان التحكيم يا سلام صراحه من خلال هاد لي بورتري انا تنعرفكم واكيد تفرجت في اعمال ديالكم وبحالي بحال بزاف ديال المغاربه فخور بكم ولكن من خلال هاد لو بورتري هذا تعرفت على شي حوايج خاصين ما كنتش كنعرفهم منها مثلا حسن ميكيات كان اربيتر ديال الخط كنتخيلك السي حسن شاد درابو غادي كيفاش هاد القضيه كنتي كدير العدو الريفي التحكيم كرة بزاف ديال واشوف هو انا جوج حوايج في حياتي يعني هما اللي كيشغلوا الوقت ديالي بالدرجه الاولى هما الرياضه والفن والرياضه والفن هناك علاقه وطيده بينهما هو المتعه يا سلام اكيد اذا الرياضه انا ملي عقلت وانا كنلعب الكره شويه مشيت للتحكيم بحكم انني ما كانش يمكن نكون لاعب كبير لان كنت نحلم نكون لاعب كبير ما كتبش الله علاش قلت لاعب كبير كنت كنحلم انني نكون حارس مرمى وكنت حارس مرمى ممتاز ولكن للاسف واحد الوقيته اكتشفت انني قصير ما يمكنليش نكمل لقيت راسي ماشي هو هذاك فهذاك الهم ديالي ولا حب ديالي للكره حاولت انني انت السي حسن انت اخويا شوف هنا هذا السي ادريسي عبد الادريسي كان المدرب ديال المنتخب ديال الاي دي سات لا ولكن واش ماركا ولا ما ماركاش لا ما ماركاش لا ما ماركاش برافو عليك تبارك الله عليك السي حسن اكيد شوف غادي نحتاجوا هذه الموهبه ديالك في هذه الحلقه هذه وغادي يجي الوقت وغادي نقول لك علاش زهور سليماني شاهدناك انت تبارك الله في بزاف ديال الحوايج من بينهم انك كنتي كديري الكوستيم واكيد مدرسه طيب صديقي
كتعلمك بزاف د الحوايج طبيعه الحال. احنا لما تخرجنا من المعهد كان طيب صديقي الله يرحمه ما يمكنش تكون غير ممثل بوحدو. نعم. خصك تعرف تصاوب ديكور، خصك تصبغ، خصك تخيط، خصك وهذا اللي كان كنقول ليه شكرا أكيد. الله يرحمه. وكنشكر الاخت ماريا الصديقي وناديه ناديه الصديقي لان لولا هاد الناس هادو ما نكونش كنعرفهم ديال الكوستيم. فعلا تبارك الله عليك. سياق لطيف الخامولي ما غنهضرش معاك على المسار ديالك. انا بغيت كاملين تصفيقات كبيره على ساره بنت سي عبد الطيب لانها بطله بارا اولمبيه ربحت زوج ديال الميداليات الذهبيه. وي برافو ساره. برافو ساره. وزوج ميداليات فضيه. ما كناش عارفين هذه القضيه سي عبد الطيب شخصيا ما كنتش عارفها. هو دابا ساره عندها 31 سنه ربما السن فاش ساره خدات هذه الميداليات ما كانش كيتجاوز 14 عام. فاول ميداليه خدتها في 2005 خدتها في اثينا، والميداليتين الذهبيه والفضيه الاخرى خدتها في انجلترا، والتخصص كان هو السباحه. وشكرا للجمهور على تحيه لكم ساره. يلا كما شفنا حسن ميكيت قالنا حارس مرمى، ولكن راه معنا واحد لافاسونتر واحد رقم تسعود واخا قال لك اجي جمال. واش كاين هادشي ولا لا؟ شويه كتلعب في الهجوم. كاين باقا الضريبه ولا لا؟ جواد انا عارفه. شوف واعر ولكن ما قالش لي كيفاش. ما قالش لي فاش؟ ما قالش لي كيفاش. فاش اخويا قول لي. دخلنا لك بالله الا ما قولها لي. قول لنا فاش اخويا. دخلنا لك بالله يا سامان. خمولي انا ما بغيتش نقول والو. ياك عارفه. لا لا هو خصو يورينا فاش. واعر واعر افاسونتر واعر. فاش اخويا. دابا ياك نفس شويه السردين. لا دابا السردين. نعم السردين ملي كتقول السردين ماشي حول كتقول يعني المغرب يعني البحر كامل المغاربه فعلا يعني اللي ما كلاش السردين فعلا ماشي مغرب اكيد. يلا تبارك الله عليكم. شوف عندنا حارس مرمى متميز ومهاجم خطير واكيد زهره وجواد ولا زهور. انا كنعرف بس انا عارف انا هادشي اللي جاي ليه الفرقه ديال الكره اكيد حتى هما عندهم ما يقولوا. داك الشيء علاش دابا غنلعبوا احسن ماتش كي كنتي كي وليتي بيلانتيات. مشاهدينا وصلنا لاول لعبه في البرنامج بيلانتيات. اكيد غادي تكون مقابله حاسمه لانه كيف ما قلت معنا حارس مرمى متميز ومعنا مهاجم خطير. واكيد زهور سليماني تاهي قالت لي كانت كتلعب. فين كنتي كتلعب يا زهور؟ ها في الراج انا. يا سلام. يلا ظاهره لعبتي كره؟ انا والله تلعب ماتش. والله العظيم لعبتي ماتش صافي هشام. نعم زمان هادشي راه شوف كيقول لك الصحه مشات بقى الله يرحم الخميري مسكين. انا نحكي لك هاد القصه هادي. يلا غادي ندوزوا للجوله الاولى اللي غتجمع ما بين جمال وحسن. اكيد غادي تكونوا بث مباشر لانني غادي نصور هاد اللقطه هادي دابا، ولا غنطلب من جواد انه يعاونني في التصوير ديال هذه اللقطه هذه. شكرا اخو جواد تفضل. هانا شاد انت كاري ديالك. صافي كاري ديالك. سير سير مزال سير مزال حبس. يلا بلاتي جمهور والو 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 يا سلام وك وك عرفتي دابا شوف عطاني لي قال المهم حنا رابحينهم دابا بواحد ماشي بواحد. بلا ليكات بلا ليكات بلا ليكات جمال بلا ليكات. واجد ثلاثة جوج واحد عنعس عنعس ها غيتيريفو غيتيريفو قاعد غيتيريفو اضرب انا والهدف. غادي ندوزو دابا الان زهور سليماني اللي غتلعب ضد جواد السايح. شوف انا راه ولدي انترينور راه هو اللي كيعلمني دابا. يا سلام. يلا شوفي شوفي واش دار زهور تركيز شديد. هذا والدي هذا والدي. يا سلام هدف جميل هدف رائع. سير جواد جواد السايح واش غادي يعدل النتيجه؟ ومن السردي باينه. جواد 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 يلا جواد يلا. يا سلام يا بكل سهوله بكل سهوله. غادي ندوزوا لاخر شوط اخر شوط غيجمع ما بين
عبد اللطيف خمولي وزهره صديق. يلا تفضلوا. بنات خضره نقول لكم على القضيه. تفضل خضره نقول لكم بعدا بلاتي. سمار سمار بلاتي. اسمعوا انا زايره عزيزه عليا. اييه غنخليها تمارك. ولكن بلاتي لا لا غنخليها تمارك. شوف انا خمولي عزيز عليا. عندك راسك. ما تخافش ما تخافش. انا خليها تمارك. ثلاثة جوج واحد. زهره غمض عينيك غمض عينيك. قد 90 ماركي خمولي ماركي. هادي واخا كون بغيتي تحبسها ما كنتي تقطع فيها والو. والله ما نحبسها. اضرب هذا زايره صديق في الحراسة المرمى خمولي غادي نشوف واش غيعدل النتيجة ولا لا. ثلاثة جوج واحد. خر بسم الله العبابسي العبابسي. يلا نزيدوا الصوت اي طبي اخر. اش كاين انت ولا انا؟ انت نيت. انا نيت. يلا اخر شوط جيب لنا الربح. شوف جيب لنا الربح. يلا شكون غيحبس؟ يلا العبابسي العبابسي العبابسي. واش العبابسي؟ خليل ديالي العبابسي. يلا كتفلا حيك. يلا العبابسي كتفلا. استنى نربحو الفينال. جمال الفينال قارودي. يلا ثلاثة جوج واحد. برافو جمال. جمال يلا يا جمال. لا يا سلام يا سلام يا سلام. وبالتالي الفريق اللي كيفوز بهذه المقابله هو الفريق ديال عبد اللطيف الخمولي زهور سليماني وحسن ميكيات، وكيتقدموا لحد الان ب 20 نقطه مقابل 0 نقطه. يلا مرحبا بكم مشاهدينا. اذا كنتم يلا التحقتوا بنا. كانت هذه لعبه بيلانتيات الواعره والزوينه هو انه جمال العبابسي عرفتي كنت كنتخيلوا غادي ما صافي بق زقل جوج بيلانتيات. الاولى صلقه سباها في التيران والثانيه سردين سباها شويه شويه. هما لي زافا سونتر الواعرين كيزقلوا ياك ولا كيزقلوا كيحشموا كيبغيوش يماركيو مع فهمتي باش ما دابا بشكل فهمتي. كاين مارادونا بلاتيني ميسي وجمال العبابسي صافي سي كلشي سي ياك سي رونالدو ما تنساش نعم. ولكن شوف الجميل في الامر هو انه زهور وزهيره ماركاو بيوتها واعره. زهيره كيفاش درتي ذاك البيت اختي؟ غادي نعاود لك بعدا واحد الظريفه انا وقعت. عاودي ليا. حنا كنا ديك الساعه في مراكش وكان لعب الفريق ديالنا. حنا الفرقه ديالنا الكوكب. لا الفرقه ديال المسرح. نعم. لعبه ضد الصحافه ولعبنا في التيران ديال الحارس. يا سلام. انا لبستوني درت فيا الله يرحمها زين بالسميكي. نعم. ويدي فيا سلسله ونشربي هكا ويقول لي تا هو الله يرحمه. كتعاد ويقول لها واش هي ظاهره رياضيه؟ لانه بيني وبينكم كانت عندي واحد القامه يعني يا سلام اللياقه البدنيه. يلا صراحه اللياقه البدنيه والله العظيم وهاقدي باقي في الحياه اللي تنحييه من هذا المنبر هذا. وانا ندخل لانكم قيدي دخلت وسجلت. يا سلام يا سلام. ذاك البيت فهمنا دابا منين جا زهور سليماني. قلت لينا ولدك مدرب واش فعلا كيوري كيفاش الكره؟ انا بغض النظر على انني زمان انني كنتي لعبتي كره اكيد فريق الرجاء بنات وداك الشيء، ولكن ولدي بصح اونترينور. شنو سميتو؟ حميد التازي. سي حميد التازي اللي كنوجه له تحيه كبيره. دابا جا الوقت اللي بغيت نناقش معكم فيه واحد النقطه على اعتبار انكم كلكم ولاد المسرح وكلكم دزتوا من المسرح. المسرح كي كان وكيولى دابا مثلا الا بغينا نهضروا على هذه المساله، شنو هما الحوايج اللي جاوكم تبدلوا؟ شنو هما الحوايج اللي ما بقاوش؟ النقاش مفتوح. مرحبا. يلا نبداو بسعد اللطيف. مرحبا. مرحبا. انا كنعتقد على ان كل جيل وقته. نعم. فربما الجيل ديالنا حنا عاش واحد الطفره نوعيه في المسرح وكان واحد التمييز، ولكن حتى الجيل الان اللي كاين دابا الشباب ديال دابا حتى هما عندهم واحد التجارب وعندهم واحد البصمه وعندهم واحد اللون معين ديالهم. نعم. اللي مهم وهو ان المسرح خصو يمشي نتقدموا. الان كنشوفوا واحد مجموعه ديال الشباب خريجي ديال المعهد العالي للتنشيط الثقافي والبحث المسرحي واللي الان ولاو اسماء في الساحه سواء ولا كفنانين مسرحيين ولا كمخرجين ولا كسينوغراف، فهذا شيء كيبشر بالخير. ربما تبدلت الامكانيات شويه
ولاو تجارب اخرى. ولا تجارب اخرى، ولكن كنظن على انه تيبقى واحد النوع من التمييز للجيل الاول، تيبقى واحد النوع من التمييز. هذا راي عبد اللطيف خمولي. المساله هي اللي المساله اللي خصنا نردوا لها البال مزيان، هو كيفاش المسرح كان وكيفاش ولا. نعم. السبب ديالو كاينين بزاف ديال الحوايج. اولا واخا انا في التلفزيون غنقولها، اولا حبسوا الدعايه ديال المسرح في التلفزيون. شكون اللي حبسوا؟ كتقول لي حبسوا. نكمل لك، نكمل لك هذاك، نكمل لك انا عاد نقلبوا شكون. انا عام ممثل. لا حيت لا انا عام ممثل عاد. نعم. انا عام ممثل، انا تنقول لك شنو طرا لينا حنا. نعم. ماشي انا كنحاكم. كنت كنا كنديروا الدعايه في التلفزيون، كدوز كان الشعب المغربي كله كيسمع اخبار في اللاعبين في الخدامين. فعلا. واش هذه القضيه ما راجعاش ربما الجوده ديال المنتوج المسرحي اللي ولينا تنقدموا؟ لا تهادو تا هما عندهم. لا بالعكس. لا غير الجوده. الجوده باقا. بالعكس باقا الجوده. حتى هاد الجداد كلهم مزيانين، كلشي المسرح مزوين. لا سمحتي. انا كنعترض. كاينين الناس دابا اللي كيقول لك المسرح، المسرح ما فيه والو، فيه غير تماره، ما فيه لا فلوس لا مهادي ما هذا. كاين اللي تتلحق به درجه ان تتهضر عليه بواحد الطريقه يعني كيبخسوا. مع الاسف ان المسرح جميل. فعلا مسرح ان كيخليك هو الاصل. وانا نكمل لك، لا 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 ربما تنظن ما كانوش فيها امكانيات. اكيد، ولكن كانت مبادرات ومجهودات شخصيه وبنادم. دابا تنظن بانه الامكانيات كاينه بارابور شحال هذه. من النوع ديال الامكانيات. لا شوف، الا قارنا هذا الوقت كنمشيو ليهم ما فيهمش لي بروجيكتور، ما فيهمش لي. ودابا شحال هذه كانوا لي بروجيكتور في مسارح شحال هذه كان. انا شوف شخصيا ما غاديش نقارن تجربتي في المسرح معاكم، ولكن عندي واحد التجربه شويه صغيره. لعبت في شي بلايص، لعبت في شي بلايص اللي ما كان فيهم والو. شحال هذه ما كانوش امكانيات مقارنه بدابا شي شويه، وكانوا بزاف ديال المبادرات، وكنا تنشوفوا عروض. اللي وقع السينما وقع المسرح. ها القاعه ديال السينما نهار على نهار كتنقص قاعه. حنا كنا كنلعبوا العروض المسرحيه في القاعات السينمائيه. نعم. كانت هي اللي كانت يعني كتغطي ذاك النقص ديال القاعات اللي ما كاينينش بعض المدن. ها هما حتى دوك القاعات مشاو دابا لا سينما لا مسرح. فعلا كاين بعض القاعات الان مراكز ثقافيه على الاقل فيها متوفر فيها الحد الادنى، نقول الحد الادنى، ولكن الجمهور مش توفر. نعم. الجمهور دابا انت قلتي انه انت كتفرج في عرض مسرحي واحد شاد تليفون، راه مصيبه. هذاك راه فيروس دخلينا، ماشي كاملين وليداتنا حنايا هذا المشكل دخل. جمهور ديال فابور غادي يشاغب وغادي يبرزك. حيت كي مقطع 100 درهم و15 فرانك و50 درهم. لا عاد تنقول لك زهور، واش واحد جاي يدوز بك الوقت راه جاي على فابور، ماشي جاي هو باغي كي. لا ماشي ماشي لا ماشي بالضروره. لا لا بالعكس يقدر يكون. لا بلا لا ما متفقش معك انا جاود. وراه كاين اللي كيخلص 100 درهم وكيبدا يغوتي ويخلص فلوس فيها سي. لا واخا واخا غنسمعوا زهيرة الله يخليكم. حنا كانت مسرحيه مع محمد بن القاص الله يرحمه كتستغرق 6 شهور ديال البريباراسيون ديال التوجد. حيد هادي زيد هادي دير هادي، يعني تدريب ماشي داكشي ديال اللعب، ماشي كوكوت مينيت. نعم. ملي كنخرجوا كي قالت لنا زهور ملي كنخرجوا جوله يعني خارجين عسكر. نعم. ما عندناش كنركبوا الداكور نديروا. انا درت تنلعب في الليل وكانت الطاقه الصوتيه عندي وكنشد بالنهار كندير. نعم. انا بالنهار كندير اليوم على الساعه كذا. نعم. حنا كنا درنا الحب كان الحب. نعم. ديال المسرح ديال الميدان. فعلا. وكنا الكرشي ديالنا شحال هو دابا راه الا صهيره سامحيني مع احتراماتي استاذه هبلتي. وكنا كنجيبوا الحوايج ونجيو مقديين وكان ديك النيه. هاد القضيه اللي قلتي راه درناها كاملين. غير هي واحد القضيه دابا كاين ماشي كوكوت مينوت، كاين التمرين ديال 15 يوم. 15 يوم اللي خصو نجبد الديفريمون من الجيبه نجيبو يعطيها ليك. اعتبارات اخرى كتدخل. ولكن انا كنحيي واحد الشباب اللي بدا واحد التجربه ديال تجربه مسرح الشارع، لانها تنظن الترناتيف وحل لبزاف ديال الحوايج. تنظن بانه الفنان كيخصو صحيح انه خصنا نوفروا ليه شروط العمل وشروط الاشتغال وكل شيء، ولكن حتى هو كيخصو يقلب على حلول ويخلق فرص ديال العمل ديالو. غادي ندوزو دابا لواحد الفقره غادي نشاهدوا بها كي كنا وكي ولينا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج
ما تكونش مريض. غادي نستقبلوا الحاله الاولى. السي صويلح كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا كيحس براسو هو شويه خايب كيف ما كتشوفوا. بشري راه ماشي انا اللي عندي المشكل ديال الخيوبيه، اللي عنده مشكل الخيوبيه راه باقي جالس. او السي صويلح شنو المشكل عندك في الحياه؟ العراقيل، لان العراقيل هما اللي خارجين عليا في الطريق. العراقيل شنو هما هاد العراقيل؟ لي دودان. لي دودان؟ لي دودان ما كاينينش السي صويلح، ما عمر لي دودان ما كانوا. لي دودان حنا اللي كنديروهم. لي دودان كاينين لينا هنا. لي دودان كاينين لينا هنا. انا بغيتك تقصد لي دودان. قصد لي دودان، فيق وقول غنقصد لي دودان. غنقصد لي دودان. زيد عاود. غنقصد لي دودان. غنقصد لي دودان. غنقصد لي دودان. تبارك الله عليك. والمواتي سورات؟ قول لهم تا هما يقصدوا لي دودان. يقصدوا لي دودان. قصدوا بجوج لي دودان. ما بقاوش العراقيل، ما بقاوش العراقيل. تفضل السي صويلح، تفضل، برافو عليك، تبارك الله عليك. كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا السي صويلح. برافو. غنستقبلوا الحالة الثانية. مهدي كيف ما كتلاحظوا ها وحدايا، مهدي أنت اللي عندك مشكل ديال الخيوبية ياك؟ أييه، أنا غادي نعطيك واحد النصيحة وغتشاهدوا مشاهدينا كيفاش غنعالجوا بطريقة سريعة. المسألة كاينة هنا. مهدي غادي تفيق، غتشوف راسك في المرايا وغتقول انا زوين، انا زوين، انا انا عرفتي اش غدير؟ قصاد لي دودان يا مهدي. مهدي قصاد لي دودان. قصاد لي دودان. قصاد لي دودان. صافي قصاد لي دودان يا مهدي. ما يكون بس. تفضل اسي مهدي، يلا ونستقبلوا الحاله الثالثه. اخر حاله مشاهدينا هو معنا يسار. يسار اللي كيعاني من مشكل انه قصير. ما عنديش مشكل انا ديال الطوله. ما عنديش مشكل ديال الطوله. ديال اش المشكل اللي عندك السي يسار؟ عندي مشكل ديال اللغه. اللغه يعني ما كتنطقش مزيان. لا ماشي ما تنطقش مزيان، عندي مشكل في البارلاج في الفرنسي. ما كتكلمش باللغه، يعني اللغه هي اداه للتعبير عن الذات. انت ما عندكش مشكل في اللغه، المشكل عندك هنا السي يسار. المشكل كاين هنا. غادي تقول معايا انا عندي مع الفرنسي. وكرا ما عنديش مع الفرنسي. لا شوف المشكل خاصو يتعالج بهذه الطريقه. انت غير قول معايا انا عندي مع اللغه. انا عندي مع اللغه. انا كنطير في الفرنسي. انا كنطير في الفرنسي. انا واعر في الانجلي. انا واعر في لونجلي. اللغات كاملين مزيانين، بقات لينا لغه واحده غنستاليوها لك دابا. انا كنطير في الالمانيه. خليني اقصد لي دودان مع الدراري. مشاهدينا وصلنا النهايه ديال الحلقه ديالنا. كنتمنوا اننا نكونوا عالجنا بزاف ديال الحالات. قصد لي دودان. قصد لي دودان. قصد. قصاد لي دودان. قصاد لي دودان. قصاد لي دودان. مشاهدينا رجعنا معكم من جديد، وكانت هذه فقرة كي كنا كي ولينا. وصلنا الآن الوقت اللي غادي نستقبلوا فيه شاب من الشباب. كيف ما كتعرفوا خشبة كي كنتي كي وليتي مفتوحة للشباب اللي بغاو يقدموا لنا موهبة ديالهم. واليوم حاضر معنا واحد شاب كله موهبة، بغيتكم تصفقوا معايا بزاف بزاف على سهيل فهيم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش بغيتوا تعرفوا علاش حنا ما عندناش مع الرومانسيه؟ منيتكم راه بالسيف، راه الدري اللي تزاد برا تحل عينيه تلقى عينه في الشهوبيه مشهبه. بغا يشهب دريكتو شهبه تلفر من هي شهبه. اش من وي اش من وي. واجي تشوفوا عندنا حنا، اتي حل عينيه تلقى في انفاس مع القابله. واش منك يا قابله؟ بوه. واش منك يا بوه؟ مو. واش منك يا مو؟ سي تبقى حل عينيه واش تقول لي؟ وانا على خان في مو. وانا على مسخوط بواه. شوف الحلوف، شوف الحلوف. باش تدريسي مزيان تتقول ليه وليدي واش عيب ديال خالتو تفو.
ران تترجع عند جاك تكبر تتعرف بصديقة تخطبها تمشي معها الريسطة تبركو تبدأ داوين تعطيها الحب هذا البرد برد الرومانسية هذا البرد أشمل رومانسية أتي تحرك البرد في العشية تتهي تدي لي ها هو تدي لها ها تلبسها تجي عند بوش عيب تبرك معاه تبدأ داوي راك عارف الهضرة ديالنا غو بون غو آه تتحرك البرد تا هي تدير بحال هكا وتا هو تيطلع الجاكيط اش يقول ليها ترى الكزاح هي اش تقول لي ترى السمق اللي تيخرجوا هذاك جاك تيشد فيها تيمشيو تيتلاقاو مع الناس تيديروا انترفيو برا تقول لي اوكي سو ار يو لوكينج فور بروبلم از ات اوت لايك دينت تراي كيل هو باش يجاوبو هو تيجاوبو عادي سي نترجم لكم سي ار لوكينج فور بروبلم از ات مروكان فيري فيري جود تجي عندنا حنا خرجنا الى الشارع المغربي وسالنا بعض الشباب عن الحب وكانت هذه اجابتهم الحب السادة الحب ترى الحب لجينا نقسمو تعمقوا في الحب ويش تقول تقول لي تراه تراه ميرسي سهيل فهيم بارك الله عليك سهيل برافو عليك مشاهدينا رجعنا معكم من بعد هذه الوقفة هذه وحنا الآن في ثاني لعبة لعبة الكويز وهي فرصة في أننا نختبروا النجوم ديالنا الكويز غادي نطرحوا عليهم أسئلة ثقافية ثقافة العامة ونشوفوا اللي عنده الجواب هو اللي يدق الجرس يلا ركزوا معايا والسؤال الأول كيقول شحال ارتفاع جبل تبقال زهيرة 4167 متر جواب صحيح جواب صحيح بالضبط سيري الله يرضي عليك الله عليك فكي زينة شي باش نحزمين يلا ندوزو السؤال الثاني تنظن هذا توا غتجاوب عليه زهير اش من عام تبنات مدينة مراكش حسن ولد الاول الله اكبر يلا اعطيني الجواب جواب طيب انت كتضرب ما جاوب وتهم لي البلاد جاوب انا 1400 شي حاجه اش من سنه 1400 شي حاجه هذيك شي حاجه فاش بقات جواب خطا 1062 هي السنه اللي تاسست فيها مدينه مراكش 1062 واللي اسسها هو يوسف بن تاشفين شنو هي الشجره اللي كاينه غير في المغرب لا 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 ستوب ستوب لا جمال انت غوتي هو دق الجرس انا غوتي ولكن هذا اللي دق بلاتي والله الا انا اللي قلقت الجواب حنا ارقان ارقان والجواب صحيح شجرة ارقان ندوزو السؤال الموالي شحال طول ديال شواطئ المغرب 3540 3500 جواب صحيح 3500 كيلومتر السؤال الموالي ركزوا مزيان شحال عدد المرات تقدم فيها المغرب باش ينظم كأس العالم بينا جواد انا الاول جواد الاول اللي دق الاول ثلاث مرات والرابعه هي جايه ان شاء الله جواب خطا 2000 5 هذه الخامسه اربعه المرات هذه الخامسه الجواب صحيح اربعه المرات تحياتي تحياتي 94 98 2006 2010 2010 برافو عليك ان شاء الله ثابته هذه ان شاء الله 2026 هذه ما بهاش النقاش واكيد المغرب عنده بزاف ديال الحظوظ باش ينظم
كأس العالم السلم والأمان والبنية التحتية والقرب كذلك، لأنه لا ميريكان إلا بغاو نخدمو مثلا مع كندا والمكسيك مسافة ديال الطيارة غتكون بعيدة ما بين الملاعب. دائما في كأس العالم شكون هو أول مغربي سجل هدف في كأس العالم؟ هادو هما اللي تقولوا هما الأولين هما الأولين كاس العالم ديال 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 70 70ات حمان 70 حمان 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 اييه مع الالمان حمان مع الالمان المانيا الغربيه انا ذاك وضربها بالراس ايوا فاش من دقيقه ماشي بالراس خصنا في الدقائق ما ماركاش بالراس المهم حمان اول دقيقه 21 والجواب صحيح دقيقه 90 حمان هو اول مغربي يسجل هدف في كاس العالم اكيد نهار 3 يونيو 1970 خسرنا بجوج لواحد باقي ما تزاديتش انا باقي ما كنتيش لا لا غادي ندوزو السؤال الموالي شكون هو اللاعب اللي سجل اخر هدف في كاس العالم مغربي لا مغربي تنهضروا على مغربي انتم اللي دقيتوا صلاح الدين باسيل الجواب صحيح صلاح يلا يلا غادي ندوزو السؤال الموالي شكون هو البلد اللي كان ضيف اخر دوره ديال مهرجان مراكش للسينما روسيا ضيف شرف شكون لا ما ضربتش الجرس لا سيدة سيدة انا درت ناقوس هي جاوبت تتسالي على خاطركم والله الا حنا الاولين خلي خلي والله الفرده والله هلسناها هما الناس تتسالي على خاطركم الجواب كان عندك صحيح ولكن قانون المسابقه كيخصك تدقي الناقوس تيقولوا لي وتيقولوا لي بانه هذا الفريق هو اللي دق الناقوس برافو دين الرباط تبنات في عهد المرابطين وفي عهد الموحدين ولات اول مره عاصمه ديال المغرب في عهد اي سلطان ولات الرباط عاصمه يعقوب منصور الموحدي والجواب صحيح يعقوب المنصور الموحدي مشاهدينا كانت هذه اللعبه ديال الكويز شاركوا فيها الفريقين بجوج فرصه اننا تعرفنا على بزاف ديال المعلومات على المغرب وفي الثقافه العامه وتبارك الله على الضيوف ديالي ما عندي ما نقول تبارك الله عليكم مازال مجموعه من الالعاب فين غادي نواصلوا غادي نشوفوا واش غادي يكلبس اشرف من خرج اشنو اشنو بشيو اشنو شكون انت يرحم باك عطيني فرصه تجي من هنا نعطيك فرصه باغي نمثل باغي نمثل ولكن اخويا انا راه ماشي ما دايرينش هاد القضيه ديال بغيت نمثل تجي لنا الله يرحم لك الوالد اخويا عطيه اش بغيت تمثل اش بغيت تمثل انا راه كنقول الدرب كلشي كيعيط ليا الولد الولد داز الولد جا الولد خرج ايوا كلشي كيقول لي الولد ودابا انت جيتي انا بغيت تبين لنا زعما الموهبه ديالك واش فايت انا فايت دير دور ديال ميت فاش من فين 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 هادشي اش فاش من فيلم هادشي لا ماشي في فيلم درت ميت لواحد من الطاكسي زقني من هنا درت راسي ميت تكيت في الارض انت كتمثل في الواقع تبارك الله عليك شوف الفيلم الاخر ديال سميتك بعدا عطينا سميتك الولد الولد انت الولد معروف بالولد الفيلم الاخر ديال طوم كروز اييه راه مثلت فيا انا اش مثلتي في هذاك الفيلم شي فاش هرب هو اها انا اللي كنت عاطي بالظهر درت مع الدوره مثلي بغيت تعطيني فرصه الفنانين حاضرين هنا بغيت شي واحد يتبناني واخا فهمتيني غادي نجربوك ديال بصح غنعطيك فرصه باش تمثل لانه معنا سي جمال العباب سي تبارك الله مثل بزاف ديال المسلسلات التاريخيه غادي نعطيك فرصه معاه غتدير لنا شي مقطع تاريخي انا عزيز عليا التاريخ انا الجغرافيا مزيان سي جمال تفضل معايا نعم حيتي على الفردي صافي جمال تفضل سي جمال جبت السيف يلا جبت حيتي الفردي جبت السيف التاريخ شرمل بلاتي صبر التاريخ قلت لي ديال التاريخ التاريخ اصبر سي جمال التاريخ هو الجغرافيا ها هو هذا الوليد بين يديك انت تجربه تبارك الله يلا عطيونا شي مقطع ساقتلك عدو الله والله لا عرفك عدو الله عارفك عبد الله عارفك عاخذك ماذا تريد ايها الشاب الظريف اريد حقي فيما هرفتم عليه اعطوني شطي لاذهب اعطوه شطوه انني اظن اذا تبحث عن الموت لماذا
ولكن بالله عليك ولماذا وفي الافلام التاريخيه ما كانوش الفريده فهذا سيف ام فردي بش بش ماذا هذا سي جمال بغيتش دور اخر بان لي الفيلم التاريخي ما غاديش يصلح ما غايجيش ما غادي يصلح فيه شكرا اخويا شكرا شي حاجه تاع المكسيكيين مكسيكيين شوف ديروا الرومانسيه غادي نجربوه فيلم لا شوف ما غنردوهاش في وجهه غنجربوك في الافلام ديال الرومانسيه هذيك كنطير في الرومانسيه عندك ياك كنطير في الرومانسيه كنطير في الرومانسيه كنطير في الرومانسيه زهر سليماني زهر طير في الرومانسيه خوليتو خوليتو كنطير في ديري مانكالا الحلويه دابا بقات لك غير الرومانسيه حاول تبين صافي يلا يلا فين البطاله جوليان البطاله يا زهر لا غنعتزل انايا تعتزل تعال كيفاش غتعتزل انت بديتي باش تعتزل انت بديتي باش تعتزل تسمع اول فيلم رومانسي خاصني حاجه صغيره ما تعنقهاش من دواعر ما تعنقهاش من دواعر قبيحه واعر لا ما عملتش معاها كاع لا ما تخافش لا بلا ابدل لي يلا حبك كيفاش بدل لي واش تهنا ياك باغي تدوز التلفزيون بغيتي زوج اسمع الهضره ما تخرجش دابا هذه شحال خاش ما تخافش منيحه 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 زعما قاوريه ايه يلا سير ابوري تلبوري اولا باي زور زور اختي سير الله يرحم لك الوالدين شكرا يا زهر فكيتينا 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 يا سلام والله الا هني سير هشام نعم انا والمصريين طفش طفش ياك كي كنتي كي وليتي مشاهدينا وصلنا للعبة الثالثة في البرنامج السنارة غادي نشوفوا الفريق شنو غادي يدير فيها غيكون مطلوب منكم باش تصيدوا اكبر قدر بالاستعانة بهاد السنارات اللي عندكم واجدين واجدين ثلاثة جوج واحد توب Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Ah, yo me escribo. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. ¡Zaira! ¡Wes, Owen! ¡Andak, bravo, Eli! ¡Bravo, Zaira! ¡Usted es genial! La fiesta no para apenas comienza. Ah, Jamel. Yes, Salem. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Oh, c'est le bonjour de Jamel, hein? Willy William, me gusta. Freeze. Lo dice, lo miente, le gusta mi mente, y eso se fue muy bien. Freeze. No le bajamos, va nunca paramos, eso es tocado y blanco. ¿Y dónde está mi gante? Hey, no. Yes, Salem. ¿Y dónde está mi gante? Hey. Say, yeah, yeah. أشرف سعود ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد ستوب لا ما دايزاش هادي ما دايزاش هادي غنرجعوها للماء ما دايزاش وأنا مصيد وحدة بغيت نحطها لك ما خليني نحطها ما دايزاش الله يحشو معك الجو جمهور غتحسبوا معايا خمسة ستة سبعة مشاهدينا الفريق الأول حصل على سبعة ديال النقاط غادي نشوفوا الفريق ديال زهر سليماني حسن ميكيات وعبد اللطيف خمولي شنو غيديروا ثلاثة جوج واحد توب Cuando también te alejas Blati, de mí Blati, Blati. Te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de tu alma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con la cara ¡Ey, Zor Slimani! En la
calle y que ya no me quiere. Ven y dímelo en la cara. La la sabe sayidata. La sayidata. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. ¡Wey! ¡La otra chania! Un día digo que no, ya creo que sí. Con mi cuerpo un egoísta. ¡Ah, Hassan! Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Y yo te quiero ver. ¡Ataque! ¡Puro chantaje! ¡Lala! ¡Wey! ¡Que se enfadas! ¡Qué ni idea! ¡Capiti! Yala. Como tú me mientes cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me dan. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que mando. No pares, bola, te sigo. Anda. ¿Qué te digo? Ya te comen a ver. No va a interesar lo que no se torcida. Y como no se encuentra de ti. ¡Ashra! ¡Lamesa! 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 ¡Tminia! ¡Uy! ¡Sibaa! ¡Sisa! ¡Khimsa! ¡Arbaa! ¡Tlacha! ¡Dos! ¡Wahed! ¡Stop! ستوب 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 انا الحين ابو واحد صافي جلس اشوف جلس اشوف جلس اشوف صافي تفضلوا نرجعوا السلانر ديالكم وغادي نكسبوا شحال جماع هذا الفريق جمهور واحد ستة وبالتالي الفريق اللي كيفوز بهذه اللعبه هذه هو الفريق ديال جمال عبابسي ساهر صديق وجواد صحيح فازوا ب 20 نقطه مشاهدينا كانت هذه اللعبه ديال السناره شاركوا فيها الفريقين بجوج كل بالدور ديالو ولكن الفريق اللي تميز فيها وتمكن انه يفوز بها هو الفريق ديال جواد صحيح ساهر صديق وجمال عبابسي وفازوا ب 20 نقطه وبالتالي التعادل ما بين الفريقين لحد الان لعبنا ثلاثة ديال الالعاب ومازال لينا في هذه الحلقه لعبه حاسمه غادي نشوفوا شكون اللي غادي يفوز بها ومن ثم غادي نعرفوا شكون اللي غيربح الميداليات ديال كي كنتي كي وليتي وشكون اللي غيتوج بطل هذه الحلقه هذه يلا دابا وصلنا مشاهدينا للفقره ديال الاهلة كي كنتي كي وليتي وغادي نبداو باول سؤال واش فايت سلتي في الطوبيس هاد الفريق كله فايت سالت هاد الفريق زهور لا زهور ما عمرك سلتي في الطوبيس لا صافي هبطوا دابا خواف انا ما عمرك كنخاف واخا ايام الدراسه جمال عاود لينا والطوبيس سلت فيه بزاف في ايام سيرتو في الدراسه ملي كنا كنقراو زهيرة انا وقع لي مره واحده حصلتي ولا لا لا جيت من مراكش وجيت هنا للدار البيضاء وجيت عند خويا ما لقيتوش ايوا وانا نشد الطوبيس لخرت سعود باش نجي للمدينه عند خالتي اضطريت انني ما عنديش سلتي فيه وداس بسلام داس بجواد انا سلت بزاف في الطوبيس سلتي بزاف واخر مره صافي ما بقيتش كنسلت هي جا الطوبيس ركبت فيه غادي ديك الساعه انا ندرس على الميطاج ركبت في الطوبيس هو مالو الطوبيس فين غادي للتيران جا داك الباب مع 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 المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه وداونا للتيران بقيت ما منكش المدرسه يا سلام عبد اللطيف سلت ياك يا سيدي ما عمرك حصلتي لا لا حصلت سلت جوج مرات بالضبط جوج مرات ما نكذبش جوج مرات المره الاولى دازت بسلام المره التاليه شدوني لي كونترولور بعدها شي تصرفيق ما نعاودش انا شي تصرفيق واحد الكونترول باقي عاقل عليه والله الا عنده شي يدي بحال الباله يا سلام ولكن كانت ظروف وكان شويه وعلى على الاخر ما كنتيش كتنقص منه لا ما يمكنش علاش ما يمكن حسن سوا نقول لك بعدا واحد المساله ما كاينش شي واحد اللي مبلي بالكوره وتيموت على الكوره وما سالتش الطوبيس كاينات من الاخر من الاخر تبارك الله عليكم يلا ندوزو السؤال الثاني واش فايت تزقلتي من الموت الله يستر الله يحفظكم كل شيء والحمد لله على سلامتكم بعدا الله يسلمك الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك ما يكون باس يلا كلكم شوف كنتوا كاملين مجموعين في هذيك تزقلنا زهيره يلا انا واحد المره كانت شعلت لي البوطه في الدار
ودس من موت محقق. الحمد لله على سلامتك. خطيرة فعلا وليداتي البوطة فعلا الحمد لله. ولكن كنوجه تحية للجيران. أكيد تحية كبيرة للجيران. جواد أنا جوج وقعوا لي جوج وكانت حاضرة فيهم ظاهرة في حديد دان. الأولى فاش درت واحد الرولاد أون أريير كنت كنديرها رولاد أون أريير هي ديك شقيلي باب الله. اللقطة الثالثة مع عائشة الله يرحمها عائشة. اللقطة الثالثة زقلت لي رجلي كبرت الدورة جيت على الراس قد قد الله تهرست من كلافيكير. الثانية اللي خطيرة بزاف هو أنا وظاهرة واحد الممثلة من أكادير مريحين غادي نصور واحد اللقطة مربعين بحال هكا فوق في العربية تجي في إيجوكا ويطيح واحد البوطو ديال الضو دايرينو في واحد الدار حاطين في واحد الدار بوطو ديال الضو قد هكا في غض وطويل وماضي عرفتي طاح من الفوق تغرس الوسطنا واو اقسم لك بالله الوسط ديالنا فلتات لي الحمد لله فيما كان يضرب شي واحد يجي فيه كان زعما يجي في شي واحد ويخلف ثلاثة جالسين قد هكا في الغض هذا يجي في الراس انا وزاهرة واحد من كثيرة من أكادير. وحاجة واحدة أخرى جواد كنظن هذه هي الفرصة فين نقولوها الله يسمح لبعض الصحفيين لأنهم قتلوك شحال من مرة في الصراحة. لا والله إلا بالسلو صور مؤخرا أنا كنصور شي حاجة معيطي لي الناس واش جواد مات. مشاو لي بزاف الخدمات في هذا الصيف ديال الأنيماسيون في المهرجانات بسبب هذه الدعاية اللي دارت. والحمد لله شوف الخير وأمام واو السي جواد مازال الله يطول ليه في صحته الله يطول ليه في عمره. السؤال الموالي واش كتشطر في التقدية؟ يعني فاش كتمشي تقدا انت كتاوى مع الخضار وكتهذا ونخاص وصايب بزاف غالي لا زين لا ما جاوبتيش غنقول لك علاش ما كتقداش ما عمرني تقديت ويلي وحق الله العظيم ما عمرك شريتي شي حاجه ما كنتقداش انا هذا المشكل عندي التقديه والكوزينه ما عرفتش ما كندخلش الكوزينه وما كنتقداش بالمناسبه كنحيي مدام تحيه كبيره لمدام الو وي اهلا وسهلا مرحبا قول لي زيد 20,000 ودي اللاعب راه مزيان عاد ماركا كيف قول لي زيد 20,000 وياخذ اللاعب صاحبي مالك هذا ميزان فهمت هذا ميزان صافي قول ناقش شويه من الكرش اللاعب هذاك الشيء ضربوا على حسابي عاد قول لي ياخذ لاعب خذ معدو 20,000 ودي اللاعب يلعب السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم كدير بخير مرحبا اهلا وسهلا معاك الكوتش الكرشاوي باين اسم على مسمى مرحبا سيدي مرحبا بسي الكرشاوي شنو التخصص ديالك ما عرفتش ليش واقيلا لا ما سمح ما سبقش انا بطل العالم في الجونغلاج ياك بطل العالم في الجونغلاج ملي كيلعبوا الفرق العالميه هادي كيلعبوا الفرق العالميه كندخل نجونغلي كيعاودوا يلعبوا كنبقى نجونغلي كنخرج برا ونجونغلي انا كنقدر نجونغلي 24 ساعه على 24 ساعه ويلي انت زعما تطير في الجونغلاج ما نحبش من الجونغلاج وكتبقى مده طويله ما شحال ما بغيتي ديال الجونغلاج عطينا نشوفوا شي شويه يلاه شريف هادوك راه تيجونغليو برجليهم هكا انا الشعار ديالي هو تريني تريني ومن الماكله ما تفريني الله الله يا سلام داكشي علاش كيبان لي هنا بعض الاخوان خصهم شويه ديال الدعم اي داكشي علاش جيتينا باش تفيدنا بالخبرات ديالك السي جواد الصيحي تفضل عندنا هنا تفضل السي جواد تفضل تفضل الميزان اييه جيب معك ميزان بعدا الجهاز تفضل الميزان مرحبا تفضل عاد شي واني قدام الناس لا عاد تفضل 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 مرحبا تفضل نزل وعاود طلع 50 عاود طلع 36 ما تحركش الميزان سي حسن ميكيه تقدر تفضل عندنا هنا اييه واخا خويا صافي تفضل سي دابا لا خدام ما عرفتش واقيلا ما دابا نتوما كتشيو اللعابه على حساب الوزن ديالهم على حساب الوزن لا حنا غادي تشوفنا فيه 13 ويلي صافي نزل السي حسن هو شوف مزيان الانسان يكون صحيح يتريني وانني مشيت على الدرجه فهمتيني مشيت على الدرجه نتوما راكم فتوا القياس وشنو هو الموديل بالنسبه لك انت الموديل هو غير هرسك الميزان لا هذوك ما يتعبروش غادي نديروا لهم واحد التيست هنا فهمتيني كل شيء يستافد فعلا ما منه باس ان الانسان يتريني مرحبا غير هو ياكل ويتريني ياكل ويتريني أيه. وشنو مثلا تفضلوا عندنا قولوا لهم يتفضلوا عندنا يلا تفضلوا معنا النجوم ديالنا مرحبا وهذه فرصه تفضلوا عندنا هنا هذه فرصه شويه ديال غناكلوا شويه ديال الرياضه ما فيها باس تفضلوا عندنا هنا زيدوا عندنا هنا كيف الساعة هذيك حية الساعة صافي عاد نزلو غنعطيكم التيست دابا غتوليو بخير وعلى خير
هو الانسان ياكل، انا ما كرهش الانسان ياكل خمسه الوجبات في النهار، ماشي بزاف لا مزيانه، انسان يتسحر السحور مزيان وخا ما كاين لا رمضان لا والو يتسحر فهمتيني. مزيان تبعوا النصائح ديالي، تبعوا النصائح ديالي. والفجر ينوض الانسان الفجر واخا يبزز على راسه ينوض ياكل شي حاجه في الفجر فهمتيني، ينعس يفيق يفطر شويه، يفطر الغداء ما كرهش ساندويش قبل الغداء وساندويش ورا الغداء، ياكل ساندويش يتغدى وياكل ساندويش. عاوتاني الغوتي يدير شي حاجه تكون خفيفه، خمسه مسمنات، سته شويه ديال البغرير. نصائح العشاء مهم. اذا غنبداو بالتيست الاول ديال الافطار. الافطار الافطار هذا راه خاص شوف افطار وتبعوا معايا ديروا بحاله. لا ليمنيه ليمنيه واحده قلت هي اليمنى ولا اليسرى؟ لا دير هذا ليمنيه عنده وعدو ليمنيه هذا التيست ديال الافطار. دابا هذه اليمنيه؟ لا ديري الاخرى هاك. هذه هذه راه اليسريه. هذا التيست ديال الافطار. شنو هي هذه؟ الافطار. كتحل الدار. هذه محرشه كتحمر. كدهن. الزبده. هذه الزبده. هذا التيست الاول. يا سلام. التيست ديال الغداء. التيست ديال الغداء. ما فيهش تماره بزاف. لانه ديال الغداء كتعواج غير شويه هك. جمعه هاد جمعات اليوم تصيفط غندوزو للتيست الثالث من ورا الغدا هذا غوتي ناس مزيان. دابا التيست ديال العشاء، دابا ديال العشاء فيه شويه الحركه فهمتيني، فيه شويه الحركه غير تبعوا معايا. لا متبعوا اللي بغي نعس خفيف. لا ما كاينش نعس، كاينش نعس. رجعوا شويه هنا، رجعوا شويه هنا، رجعوا شويه هنا. هذا العشاء، 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 هذا العشاء. الله قريز عندك داكشي قري صحيح. هذه راه شويه شويه اللي سردين حطوا في الطبسيل ورجعوا عاوتاني شويه العبابسي شويه شويه. حطوا الطبسيل عاوتاني. الو باعوا اللعب دخلك بالله ما تقولها جوج. او لا جاي دابا دابا الله يرحمه. اسمح لي السي هشام. انا السي الكرشاوي. جوج كنازات في الدرب. اييه قبل ما يفلتوا لي خصني ندوزهم بجوج. كيفاش ندوزهم؟ غنمشي نتعشى. مشيك لا 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 سير انت دي معاك الميزان ديالك. الميزان دي معاك الميزان هاك هاك. صحة وراحة، صحة وراحة السير كرشاوي. سير صحتك اخويا. عندكم مشاهدينا تمشيو ديروا بالنصائح ديال السير كرشاوي، هادشي راه ما منوش. يلا غادي ندوزو دابا لاخر لعبة بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا معكم من بعد هذا الفاصل الاشهاري، وحنا في اخر لعبه في هذه الحلقه. هذه غادي نلعبوا دابا كاملين جمد جمد. كيف ما كتعرفوا فاش كتغني الموسيقى كلشي خصو يتحرك ويحيح وينشط معنا. بمجرد ما تحيد الموسيقى كلشي خصو يجمد في بلاصته. هذه اللعبه غنعرفوا من خلالها شكون هو الفريق اللي غادي يفوز بالميداليات ديال كي كنتي كي وليتي. واجدين؟ ثلاثه جوج واحد ميوزيك. زهور سليماني كتغنطيح. زهور سليماني كتقصى هي الاولى. تبارك الله عليك. يلا ثلاثه جوج واحد ميوزيك. تحرك 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 ما يبقاش بلاصتو. لا بلاصتو هو بلاصتو هو بلاصتو هو تحرك ايوا تحركوا سير سير سير. القضية حسن مكيات ما تشطحش من نيته. واش لاحظتوا؟ هي كاينة. يلا ثلاثة جوج واحد ميوزيك.
عينكم فيها انا باينه باينه خامولي دابا ما عندي ما ندير لك اخويا الطيب خامولي كيتقصى ثلاثه شوف دابا خليكم جامدين على واحد راه حنا رابحين خليك جامد خليكم جامد مازال خاصو يخرج خاصو يخرج الجواد راه تحرك دابا تحركتي جواد انا ندوز لك هادي باش ما تقولش كنجي منه انا شرحت اسمع يلا دابا باقيين ثلاثه ديال المشاركين من الفريق الاول وباقي حسن ميكيات بوحده غادي نشوفوا واش غادي يقصيهم ولا هما غادي يقصيو ولكن دابا سمعوني مزيان غنبدلوا قانون المسابقه فاش تكون الموسيقى كل شيء جمد وفاش ما تكونش الموسيقى كل شيء حيح اوكي يلا ثلاثه جوج واحد ميوزيك زايرة وقفة زايرة وقفة زايرة 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 قد تقصى يلا غادي نرجعوا للقانون بعدا وحدا بعدا وحدا جي وسطنا جي وسطنا ديروا هذا الوسط راه قلت لكم غيبدا يقسم لهم بالواحد بالواحد دير الوسط ساندويتش شنو دابا غنرجعوا للقانون لا تحرك قالك غنرجعوا للقانون العادي يلا لغنا شطحوا ثلاثة جوج واحد ميوزيك ايوه بوحدك بوحدك العب بيبسي العب بيبسي ولا بيبسي ولا ولا العب بيبسي ما تحركسي ما العب بيبسي ولا تحركسي خرج 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 تحركسي اخويا جمال خرج الله يرضى عليك خرج تقصيتي سيدي حسن سيدي حسن تفضل 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 هاجيو معايا هاجيو بجوجكم هاجيو معايا لا 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 كيغوتوا غير هكا كتغوتوا لا 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 هيا صيد صيد والله كيغوت اش قلت لك الجواب راه ما تحقروش لا عرفت قلت لك غيقصيكم وثاني ما عرفوش لا شوف هذيك الخطه اللي كنتي دير في الاول راه سلكاتك وانا كنت ميك عليك عرفتك كنتي تدير في البلاصه دابا هذاك 15 دابا انت ما كانش كيشتغل نحيحو دابا اللي غادي يحيح حتى هي ديزا هو اللي غيربح اللي غيقدر يربح نحيحو ثلاثة جوج واحد ميوزيك تفضلوا معايا يا سلام يا سلام في الاول تقصوا بجوجهم بقى فقط حسن ميكيات امام الفريق كامل وبشويه بشويه بدا كيقصي فيهم برافو عليكم انتم هما الفريق الفائز في هذه الحلقه هذه وانتم اللي استحقيتوا الميداليات ديال كي كنتي كي وليتي هنيئا لكم برافو وبا تبارك الله عليكم مشاهدينا حلقه متميزه دوزناها في هذه الليله هذه مع النجوم ديالنا كنبغي نشكر جمال عبامسي زاهره صديق وجواد سايح كذلك زهور سليماني عبد اللطيف خامولي وحسن ميكيات ما سخيناش بكم كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيته مزيانه برنامج كي كنتي كي وليتي السلام عليكم